اهلا وسهلا توليب اهلا خانو، فيكي. عمر فاق من النوم شي؟ ايه وعم بيحضر حاله ليطلع. تفضلي فوتي، رح اقوله انه حضرتك عم تستني. ما في مشكلة، بستنى هون. اذا بتحبي بفيق جاهدة خانو. لا خلص ما في لزوم. طيب هاي عمر بيك. ايه؟ عمر صباح الخير. صباح الخير. ايه فكرت انه اذا بيجي بفيقك وبتعزمني على الفطور فكرة حلوة حتكون. لا توليب، انا لازم الحق اروح على المستشفى فورا. يلا بركي بغير وقت منفطر سوا، اتفقنا؟ رح احكي معك بصراحة عمر، امبارح المسا حكيت كلام سخيف، بلحظة غضب قلت شغلات زعجتك، لهيك انا بدي اعتذر منك، ممكن تسامحني؟ ما بيمشي الحال اذا حكينا بعدين توليب. لو سمحت لا تحرجني اكثر من هيك عمر، عم بعتذر منك لا تخجلني. انا لا عم خجلك ولا غيره توليب، القصة بس اني مشغول. شوفك بابا، شكله ما رح يجي هلا، يبدو رح اطلع بالباص اليوم، بس ما عطاني مصروف، شي وحدة منكم تعطيني مصاري. عم احكي مع حالي كأنه. شبكي انتي وياها وين شاردين؟ لك شبكي؟ ولي عليكم، كل وحدة شاردة بعالم لحالها. انسوا، أنا ما عاد بدي منكم شي، رح قسمنا لبابا. شو؟ مو ناوية تطلع الفطور لتوليب خانو؟ دخلك شو بيهمني أنا أصلاً يعني؟ جوجو؟ بدي إياكي تعملي لي شغلة. اتصلي بالمستشفى وقولي لهم أختي مرضانة، إيه؟ سيلين خدي هدول مصروفي. يسلموا بابا. ما طلعوا أخواتك؟ لسه ما طلعوا من البيت. توليب خانم رجعت من الرياضة، جوري ليش ملتهية لهلا؟ اخواتك صاير معهم شي؟ شبك بابا؟ اكيد حابين يرتاحوا شوي، لشو بتاكل همهم؟ صالح افندي؟ يلا بنتي روحي، الله يكون معك. طيب بابا بشوفك. انا بامري. قول لجوري تيجي لعندي على الاوضة، يلا بسرعة.